قالوا فما البعض منكم وانا ناكدوا اللقاء قطعا مساعد صحيح، البعض منكم اللي وقع عليهم يجب مغادره المبيتات صحيح، لكن البعض مش الكل، لانه المساعدات اللي تتقدم هي للحالات الهشه. بالنسبه للاشخاص اللي تقدر تشتغل احنا على استعداد، قدمنا عدة فرص نتاع عمل للعديد منهم واحنا نقوم بالمتابعة. فما شكون قبل فما شكون رفض. المقاوضية عندها صعوبات مادية وعلمناكم بالشيء هذايا. فما شكون اللي قال عندي علم، شكون ما عندوش علم، باش ما نتفاداو الشيء هذايا كله. قلنا في فترات سابقه في فتره الاعتصام نتاعكم اللي صار في جرزيس، اللي بالنسبه لاي شخص الناس الكل المبيتات اللي موجوده في جرزيس اثنين مفتوحين والناس الكل اللي تحب ترجع ترجع للمبيت. بالنسبه للمساعده اللي قاع عليه قطع المساعده، قلنا ترجع المساعده ونزيدوا ندرسوا بالحاله بالحاله ونشوفوا شنية المساعدات القادمه وشنية الحلول اللي باش نلقاوها. بالنسبه زاد العلم خاطر هذا يخصكم انتم كلاجئين وطالبين لجوء. بالنسبه للصعوبات